كان اخر حاجه الفول سبتراكتر هاف ادر والفول ادر والسبتراكتر والفول والمسائل بس ما شرحتش تكوين صح؟ ندي التكوين شحنات مش شكله مهم ممكن يبقى في حاجه اللي تقطع من الكود وانا عامل لك حاجه اسمها كود كونفيرجن احول من الكود لكود فعامل ده مش فاهم ده هيبقى هدف الكود كونفيرجن ده هو عباره عن في الانبوتس بتاع الشكل ده كده داخل لكود معين وانا اطلع الاوتبوت بتاعي لكود تاني خالص فده كود مختلف عن الكود اللي داخل والمفروض ان انا عايز اعمل كومبينيشن سيركتس عندك بحيث ان انت تحول من الكود ده للكود ده يعني مثلا ندي مثال كل اللي عليك عشان تعمل القصه دي لازم في البدايه تعمل تروث تيبل وبعد ما تعمل تروث تيبل تروح تختصر الاوتبوتس بتاعك بدلاله الانبوتس وبعد ما تختصر الكلام ده تروح تعمل امبلمنت مين للاوتبوتس بتاعك فاي حاجه في الكومبينيشن سيركت بتبقى كده ان انا برسم علاقه بين الاوتبوت وبين الانبوت ده اللي هو بالنسبه لنا اسمها تروث تيبل يبقى بجيب الكروستين بعد كده بختصر الاوتبوت بدلاله الانبوت لاقصد اختصار طبعا الاختصار كلها تبقى كارب اوف ماب محدش بقى يختصر بقى المنصات عليا الماب هتختصر بقى كل حاجه لاقصد ما ممكن وبعد ما اختصر الكلام ده بروح اعمل لها امبلمنت وديزاين للسيركتس بتاعتي ويبقى السيركتس بتاعتك يعني كلها انبوت واختبار الاوتبوت اللي انت عملت لها الديزاين بناء عليه فنبدا مثلا ناخد عايز اعمل ديزاين كومبينيشن سيركت بحيث ان هي تعمل كونفيرت من بي سي دي رقم بي سي دي لرقم تاني بنسميه حاجه اسمها اكسس سي ففي عندي رقم بي سي دي بي سي دي ده حتى عارف اختصار ايه بي سي دي بي سي دي البي بايت وصلت والسي والفي والدي ديسيمال فهي البي سي دي هي الارقام الديسيمال بس بصورتها البايت البي سي دي هي الارقام الديسيمال بس بصوره بايت فهو ده البي سي دي الارقام الديسيمال اللي هي كام؟ كام صفر كام رقم الديسيمال؟ 10 من صفر لتسعه فوق ال 10 ارقام الديسيمال بتوعي بس محطوطين في صوره بايت فهو ده البي سي دي بس خد بالك ارقام البي سي دي على كده ما بيجيش كده على البي سي دي البي سي دي ده هي عباره انا بقول لك ان هي عباره عن الارقام من صفر لحد تسعه بس في صوره بايت يعني معناها ان الصفر ده هيبقى صفر بالشكل ده كده وهقول لك ليه اربع اصفار دلوقتي والواحد هيتمثل بواحد بالشكل ده كده والاثنين اللي هي دي كده لحد ما توصل للتسعه بتاعتك اللي هي بالشكل ده كده. فأكبر رقم عندك في البي سي دي هو رقم تسعه وأكبر رقم عندك اللي هو تسعه ده بقدر ان انا احطه في صوره بايت على هيئه 4 بت وبالتالي في اي رقم بي سي دي هو عباره عن 4 بت. وصل كده؟ طب بقيه ال 4 بت معاد ال 4 بت دول احتمالاتهم اللي هم عباره عن 2 اس 4 صح كده؟ وبالتالي كان عندي عدد الاحتمالات ده 16 احتمال، طب دول 10 طب بقيه ال 6 اللي هي 11 وال 12 وال 13 لحد ما توصل لل 15 من اول ال 10 لحد ما توصل لل 15 بقيه الارقام دي بالنسبه لي البونتي كي لانها مش موجوده عندي صح كده؟ يبقى انا الارقام البي سي دي هي عباره عن الارقام الديسيمال بس بسوري باينري وبالتالي يبقى هي الارقام الديسيمال اللي هي من صفر لتسعه فبشوف اكبر رقم ممكن يدخل لي كبي سي دي فهو عباره عن رقم تسعه الرقم تسعه ده اللي اقدر اعمل له امبلمنت كام بيتس هي عباره عن ان تسعه بتبتدي بالشكل ده كده بالبايت اللي هي 1001 وبالتالي يبقى اي رقم بي سي دي هيتكون من 4 بت طب ال 4 بت يبقى الاول 4 اصفار لحد 1001 صح كده؟ طب بقيه الارقام بقيه الاحتمالات بتوع ال 4 بت هيبقى بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي البونتي كي يعني من اول رقم 10 لحد ما اوصل لرقم 15 اللي هي من اول كده اللي هو الحاجات اللي هي 10 بقى بالشكل كده لحد ما توصل لل 4 وحاجه فدول بالنسبه
وصل كده لان ده رقم بي سي دي. طيب افرض انا دلوقتي عايز اكتب زي وليكن 57 رقم ده 57 رقم ديسمال، فتالي رقم ديسمال عباره عن 57 ديسمال، وانا عايز احول الرقم ده مره لباينري ومره لبي سي دي. يعني امتى اكتبه باينري ازاي واكتبه بي سي دي ازاي؟ الباينري بتاعك عشان تكتب 57 باينري، فده الشغل القديم بتاعك اللي هو كنت بتقول لي ان انا عشان احول الرقم ده لباينري كنت بتقسم على 2 وبيطلع الناتج والكسر بتاعك هو ده اللي بيتحط اذا كان 0 او 1 وهكذا، او ان انت تقدر تقوله بسهوله كده لان انا عشان احول 57 باينري فانت عندك 2 اس 0 اللي هو الواحد، وبعد كده 2 4 8 16 32 64، يبقى 57 دي عباره عن 32 بلس كام؟ بلس 25 صح كده؟ وال 25 هي 16 بلس كام؟ بلس 9، وال 9 هي 8 بلس 1 ويبقى ده كده 0، يبقى الرقم ده هو عباره عن 57 باينري صح كده؟ يبقى الصوره اللي انا كتبت فيها 57 اللي انا كتبت فيها ده صوره باينري، فده الباينري بتاع 57. طب انا مش عايز الباينري بتاع 57، انا عايز ال 57 الاسم ده يتحول لرقم بي سي دي. فالبي سي دي هو عباره عن بيحول الارقام العشريه اللي هو من 0 ل 9 لارقام باينري صح كده؟ بس خلي بالك بقى بياخد الاحاد لوحده يتحول في 4 بت، والعشرات ده لوحده يتحول جنبه في 4 بت. يبقى السبعه دي هتبقى لوحدها كبي سي دي، والخمسه دي هتبقى لوحدها كبي سي دي. فالسبعه دي لما اجي اكتب السبعه فالسبعه هتبقى بالشكل كده، ثلاث وحي وجنبها زين، لان اي رقم ديسيمال بيتحول لرقم بي سي دي في 4 بت. والخمسه دي هتبقى عباره عن الخمسه بالشكل ده كده ويبقى ده زين، ويبقى ده كده عباره عن رقم 57 بس باستخدام البي سي دي. وصل كده؟ فده صوره البي سي دي، والرقم ده مش هو الرقم ده، فدي قيمه 57 باينري، انما ده قيمه 57 مين؟ البي سي دي. عشان كده لو انا اديت لك اي رقم صفر وحاجه فلازم اقول لك ان الصوره بتاعته هي صوره ايه؟ هل هي صوره باينري ولا صوره بي سي دي ولا صوره اكسس دي ولا شكل الصوره بتاعته ايه؟ يعني انا ممكن ادي لك مثلا سؤال كده صغير كده شيل ده كده قبل ما نخش على جهاز الكونفرشن. لو انا قلت لك رقم بالشكل ده كده وقلت لك الرقم ده مره خده كانه باينري وشوف قيمته هتبقى كام كديسيمال، ومره خد الرقم ده كانه بي سي دي وطلع له قيمته هتبقى كام. فلو انا هتعامل معاه ان الرقم ده باينري يبقى لما اتعامل معاه ان الرقم ده بي سي دي صح كده؟ لو انا هتعامل مع الرقم ده ان هو باينري الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لو أنا هتعامل مع الرقم ده إن هو باينري هتعامل بالشكل ده كده، هو باينري يبقى هو باينري 2 4 8 16 ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وصوره الديسيمال دي عباره عن احاد وعشرات ومئات والاف والارقام العاديه. يعني بقول لك ان الرقم ده ايه؟ الرقم ده كده بصوره الديسيمال مثلا انت بتقول لي ده 3 في الاحاد و8 في العشرات و9 في المئات و7 في الالاف صح كده؟ فدي صوره الديسيمال بتاعك، وكل رقم فيهم المفروض كبي سي دي بيتحول عندك ل 4 بت لوحده، كل رقم لوحده يبقى ده يتحول ل 4 بت جنبه 4 بت جنبه 4 بت جنبه 4 بت، ده البيسمنت ده البي سي دي بتاعك. وبالتالي لما اقول لك ان الصوره دي صوره بي سي دي يبقى انت هتاخد كل 4 بت دول وال 4 بت دول مع بعض وال 4 بت دول مع بعض وال 4 بت دول مع بعض وتزود وزيد. فال 4 بت دول يدوا لك كام؟
يديلك 3 صح كده؟ والاربعه بت يديلك كام؟ يديلك 4 عن 9، والاربعه بت يديلك كام؟ يديلك 5. فالرقم ده هو عباره عن 593 رقم كاسم، هو رقم 593. انما الرقم ده كان شايف كان هو مجموع الارقام دي اللي هو 1024 وبعدين 53 وبعدين 128 وبعدين 16 وبعدين 2 وبعدين 1 فيطلع لك 1000 وشويه. صح كده؟ يبقى الرقم ده ال 1000 وشويه دول لما حولتهم لباينري كان هو ايكوال لما كان 593 بس حولته تسوي بي سي دي. فتفرق معاك ان انا لما اديلك مسمار وحالي واقول لك ان الصوره دي صوره باينري غير لما اقول لك ان الصوره دي صوره بي سي دي. وصل كده؟ فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى الرقم ده رقم مين؟ باينري او بي سي دي على حسب بقى اقول لك ايه، مش شرط يبقى باينري. يبقى البي سي دي هو عباره عن ان انا باخد الارقام الديسيمال بتاعتي وبحولها لصوره باينري، باخد كل رقم ديسيمال واحوله لصوره باينري. عشان كده تمرين تطبيق كل واحد في اربعه بت، لان الارقام الديسيمال بتاعتك من صفر لتسعه فاكبر رقم عندي تسعه، والتسعه دي بتتفك في كام بت؟ في اربعه بت. وصل كده؟ وبالتالي في اي رقم بي سي دي هيتفك في كام؟ في اربعه بت. وصل كده؟ يبقى دي كده الارقام اللي هو عباره عن البي سي دي. حد عنده اي مشكله في البي سي دي؟ طيب بعد كده في عندك حاجه اسمها اكسس 3. اكسس 3 هو بي سي دي بس زائد 3. هو اكسس 3 هو يقصد ان البي سي دي زائد عليه 3. يعني ايه زائد 3؟ يعني انت بتقول ان البي سي دي من كام لكام؟ من 0 ل 9. يبقى الاكسس 3 اللي هو هيبدا من 3 لحد كام؟ لحد 12. فهو اكسس 3 على البي سي دي. وصل كده؟ يبقى لما اقول لك اكسس 3 اكسس 5 اكسس 8 اكسس 10 يبقى هو بيزود على البي سي دي الكامل. اقول لك اكسس 2 يبقى هو زائد كام على البي سي دي؟ زائد 2 على البي سي دي. البي سي دي ارقام الجسم من 0 ل 9، لما اقول لك اكسس 2 يبقى هو بادئ من 2 لكام؟ ل 11. وصل كده؟ وبالتالي لو انا عندي رقم زي ده كده، تعالى كده نشوف رقم كده، ومره عايز اعمله بالباينري، ومره عايز اعمله بالبي سي دي، ومره عايز اعمله بالسيس دي او اي اكسس عندي. رقم زي ده مثلا، ناخد اي رقم مثلا، لو انا عندي مثلا 127 مثلا، او مثلا 125. ال 125 ده انا عايز اعمل الرقم ده، ده رقم ديسيمال، فادي رقم ديسيمال. عايز احوله مره لرقم باينري، وعايز احوله مره نفس الكلام كده لرقم بي سي دي، وعايز احوله لرقم اكس اس دي مثلا. يبقى مره عايز اكتبه بصوره باينري، ومره عايز اكتبه بصوره بي سي دي، ومره عايز اكتبه بصوره اكس اس دي. باينري فسهل خالص، باينري ده هتقول هو عباره عن 1 2 4 8 16 32 64 128 مش جامعه. صح كده؟ فهو يبقى عباره عن ال 64 بلس كام؟ فيطلع لك كام؟ صح؟ حد عارف انا عملتها ازاي؟ 128 بس 3. طب حد يقول لي كده؟ رقم ده كام؟ هو 2 اس عددهم ده ناقص 1. طالما كل واحد ناقص 1، يعني ايه؟ انت تقول لي 1 2 4 8 16 32 وبعدين كام؟ 64. ما وصلش 64، فكل دول لو كانوا كلهم واحد فهم عباره عن كام؟ 63. وصل كده؟ يبقى الرقم ده كله على بعضه 63. فهنا انا كنت انا بعمل 125. ويبقى الواحد اللي هنا كان جاي 128 صح كده؟ 128 يبقى كل دول المفروض 100 كام؟ 27. وانا 125 يعني كام؟ اطلع منهم كام؟ 2. فشلت الاثنين ده وخليت تقسيم. فيبقى ده كده على طول 129. عايز بقى تقعد تعمل على نفسك تعمل على نفسك مش فارقه يعني. طيب المهم فالرقم ده ده الرقم الباينري بتاع الرقم ده. انا عايز بقى احوله لرقم بي سي دي. فرقم بي سي دي يبقى الخمسه دي الواحات.
الاثنين ده لوحده والواحد ده لوحده وكل واحد يتفك في اربعه يبقى ده الارقام الاسم دي يبقى الخمسه دي تتفك لوحدها كرقم بي سي دي ويبقى الخمسه تتكتب بالشكل ده بس لازم تتفك في اربعه لازم يبقى لازم اربعه والاثنين دي هي عباره عن صفر وواحد وازود الاثنين بتوع البي سي دي اللي لازم كام؟ اربعه والواحد ده يبقى واحد والمفروض وراه ثلاث اصفار مفيش ارقام جايه بعد كده اصلا يبقى ممكن اشيل الاصفار اللي بعد كده لان هي دي اخر اصفار عندي ويبقى الرقم ده هو عباره عن الرقم المقابل اللي هو رقم البي سي دي اللي هو بيعادل عن كل 125 فلما تيجي تقرا الرقم ده وتشوف الرقم ده فالاصفار الواحد هنا غير الاصفار الواحد هنا مع ان الاثنين اكوال بعض بس ده رقم باينري وده رقم بي سي دي والاثنين اكوال 125 رقم نسبي وصل كده؟ يعني الرقم دي في البي سي دي بيساوي 125 دسما والرقم ده في الباينري بيساوي 125 في الدسما اللي عملته على البي سي دي تعمله على الاكسس 3 الاكسس 3 معناها ان باخد الارقام البي سي دي وبزود عليها كام؟ 3 طب هل انا بزود على احد بس ولا على اي رقم بي سي دي؟ يعني بزود 3 على احد و3 على عشرات و3 على مئات انا ممكن ان انا احول مين؟ احد وعشرات ومئات صح كده؟ فهو الاكسس 3 معناها ان انا بزود على البي سي دي كل كام؟ 3 بس خلي بالك بكل بي سي دي بكل رقم بي سي دي يعني 5 دي لما تيجي تحولها الاكسس 3 تبقى كام؟ تبقى 8 والاثنين دي تبقى 5 والواحد تبقى 4 فبزود 3 على كل واحد لان الارقام الاكسسري هي عباره عن ارقام من اول كام؟ من اول 3 لحد ال 12 ان ارقام البي سي دي من 0 ل 9 يبقى الاكسسري بزود 3 على اللوب تاني يبقى اصبحت 3 وال 9 بتاعتك اصبحت بكام؟ 12 فالارقام بتاعتك من 3 ل 12 يعني ما عنديش اصلا واحد في الاكسسري اصلا وصل كده؟ عشان كده بقول لك ان احنا بنزود 3 على كل ديجيت موجود كل ديسيمال موجود لازم ازود ايه كام؟ 3 وبالتالي فتوقع بقى اكسس 3 او بما صح او ممكن تطلعها من بي سي دي تاخد الرقم ده وتزود عليه 3 فده 5 يبقى انا 8 فال8 هتتكتب بالشكل ده كده وده عباره عن 2 يبقى كده كام؟ هتبقى 5 وال5 هتتكتب بالشكل ده وازود الزيرو بتاع مين؟ اللي هو الاربعه ديجيت والواحد جاي اصبح بقى كام؟ بقى 3 يبقى سوري 4 يبقى اصبح عباره عن 0 0 1 كل المفروض هنا 0 فمش فارق معايا سواء انا ظبطت حطيته او ما حطيتوش. وصل كده؟ ويبقى الرقم ده في الاكسس 3 ايكوال الرقم ده في البي سي دي ايكوال الرقم ده كباينري وكلهم ايكوال قيمه كام؟ 125 ديسيمال عليهم. وصل كده؟ يبقى ده بنسميه حاجه اسمها الكود بتاعي. يبقى في فرق ما بين البي سي دي وفي فرق ما بين الباينري وفي فرق ما بين الاكسس 3 وهكذا. فيها مشكلة؟ طيب تعال ناخد بقى مثال انا عايز اعمل ديزاين لاي سيركت عندي تحول من بي سي دي لاكسس 3 يعني داخل رقم بي سي دي اللي هو من 0 ل 9 ويتحول لمين؟ لاكسس 3 تعال كده نشوف والعكس يعني ممكن يبقى رقم داخل اكسس 3 وانا عايز احوله انا عايز احول المره دي من بي سي دي عايز احوله مين؟ لاكسس 3 رقم بي سي دي انا كاني عندي بالشكل ده كده ارقام بي سي دي اهي كاني عندي كومبليشن ست كده داخل لها بي سي دي كام داخل بي سي دي؟ اربعه اربعه بيت صح كده؟ اللي هي اربعه اللي هو هتدخل من اول صف لحد كام؟ لحد تسعه صح كده؟ طب والاوتبوت بتاعك كام؟ اكسس 3 اكبر رقم عندك هيطلع اكسس 3 اللي هو كام؟ اللي هو ال 12 وال 12 عندك بتتفك في كام بيت؟ في 4 بيت برضه يبقى هنا 4 بيت والاوتبوت 4 بيت يبقى انا قدرت ان انا احدد عدد الانبوتس بتاعتك وعدد الانبوتس بتاعتك عددها 4 بيت والاوتبوت بتاعك عددها كام؟ 4 بيت تعالى نفرض بقى نعمل كروس تيم هفرض وليكن الانبوتس بتاعتي عباره عن A B C D مثلا سميها ايه مسميات والاوتبوت بتاعك هنسميه وليكن W X Y Z
الانبوتس بتاعتك ارقام ديسيمال يعني ارقام بي سي دي سوري ارقام بي سي دي يعني ارقام من صفر لحد كام؟ 9 فقط. طب والباقي دونت كير بالنسبه لي. يبقى هي ارقام عباره عن ارقام صفر والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه وبس. وقف. كل اللي جاي بعد كده ده دونت كير بالنسبه لي. دونت كير يعني ما عنديش اصلا تاون اصلا لها اصلا. مفيش حاجه هنا صفر. الصفر هو عباره عن اربع اصفار. الواحد هو تبدا بقى صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين. بعد كده اربع اصفار اربع وحايد وبعد كده صفرين. ثمان اصفار واحد. وصل كده؟ لا في ثاني. تمام كده؟ يبقى ده كده الارقام بتصير لحد كام؟ لحد 9. اكسس دي بقى هو علاقتي الاول بالان والان اكسس دي. الاكسس دي هو عباره عن البي سي دي وبزود عليه كام؟ 3. فده كان صفر يبقى ده كام؟ 3. ده كان واحد يبقى ده كان أربعة. ده كان كام؟ اتنين يبقى ده كان يبقى خمسة. ده كان تلاتة وأصبح ده كان ستة. ده كان أربعة يبقى ده كان سبعة. ده كان خمسة يبقى ده تمانية. ده كان كام؟ ستة يبقى تسعة. وده كان سبعة يبقى عشرة. وده كان تمانية يبقى كام؟ 11. وده كان تسعة يبقى 12. ويبقى دي أرقام بتاعتك. كل اللي عليك إن أنت تختصر بقى الأول بتاعك بدلالة الكام. يعني الجلد الدبليو دي هي عبارة عن إيه من إيه والبي والسي والبي. هل هي إيه أند بي؟ كور مع سي ومش عارف ايه. فنجيب علاقات الاول بدلاله مين؟ بدلاله الكام. هذا الاول بتاعك اهو وده الانبوتس بتاعك كده. يبقى عشان اعمل القصه دي لازم نروح نختصر كل اوتبوت عندك بدلاله مين؟ الانبوت بتاعك. الاوتبوت بتاعك هو دبليو اكس واي زي والانبوتس بتاعك هي عباره عن كور وكيو سي. فدول اربعه فاريبل عندك اربعه انبوتس عندي يبقى انا هشتغل على مين؟ على الأربعة. الانبوتس بتاعك هو عبارة عن ايه؟ بي سي دي. ده صفر واحد وده ولا العكس اللي بره صفر واحد. لا مظبوط 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 مظبوط. يبقى هنا صفرين واحدين صفر واحد واحد ونشتغل. قبل ما تشتغل ركز كده معايا. قبل ما تشتغل تبص على الانبوتس دي هل هي ماشيه من زيرو من واحد من اثنين من ثلاثه من اربعه من خمسه ولا متخططه؟ يعني هل ده زيرو واحد اثنين ثلاثه اربعه لحد ما توصل لتسعه ولا ده بي سي دي؟ فكده كده بيقلل من صفر لتسعه ما عندناش مشكله فيه صح كده؟ يعني انا هشتغل من اول ام 0 ام 1 كده ام 0 ام 1 لحد ما توصل لكام؟ لام 9. فانت كنت بتقول لي انا صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صح كده؟ طب والباقي؟ دونت كير اللي هو مكان ال 10 10 و11 و12 و13 و14 و15 وصل كده؟ اتحط دونت كير من البدايه. وتعالى بقى الدبليو بقى عشان اختصرها هي عباره عن كام صفر؟ ده 1 2 3 4 5 صح كده؟ يبقى 5 و4 دول ده 1 2 3 4 5
نفس الترتيب بتاعك اللي هو 0 1 2 3 ما تنساش ان الكولوم ده والكولوم ده متكررين مع بعض والسطر ده والسطر ده متكرر مع بعض. بعد كده في عندك ايه؟ خمس وحات صح كده؟ يبقى ده 1 2 3 4 5 وروح اختصر الدوري بتاعك عشان اختصر الدوري بتاعتك قلت لك الدونت كير دي بتاخدها معاك طالما بتنفعك بتاخدها معاك لان الدونت كير ده معناها مش فارقه معايا اذا كانت 0 او 1 مش فارقه معايا وصل كده؟ وبالتالي عشان اختصر الوحيد كان قدامي الوحيدين دول فعشان اختصر الوحيدين دول في الامين دول كده مع بعض صح؟ وبعد كده دول كده مع بعض يطلع لك مين؟ يطلع لك عباره عن مين؟ مشتركين في مين؟ في الايه؟ صح كده؟ فمشتركين في الايه؟ او الوحيدين دول اخدهم ازاي؟ اخدهم مع دول صح كده؟ ويبقى مشتركين عندك في البي ومين؟ وسي يبقى اول بي سي او الواحد تهام مع الواحد ده مع مين؟ مع الراجل والتاني دول تكتبوا ويبقى مشتركين في البي تي يبقى اول بي تي وصل كده؟ ويبقى ده عباره عن الدوري بتاعك عايز تروح ترسمها روح ترسمها دي طب اول جيت كبيره اهي داخل لها الاي اهو وادا البي وادا السي وادا الدي البي والسي هيحصلوا لهم عمليه ان تذكر هاخد بعد كده الدي بتاعتك اهي مع الدي وقال عندك بالشكل كده وبقى كده طبعت مين؟ طبعت الدبل. اللي عملته على الدبل هعمله على الاكس وهعمله على الواي وهعمله على الزد بتاعك. بما انا كده جبت جميع الاوتبوتس بتاعتك اللي هو دبل واكس وواي وزي بجمال مين؟ الاوتبوتس بتاعتك اللي هي الاي والبي والسي والدي. وبالتالي انت لو دخلت اي انبوت اي بي سي دي رقم بي سي دي هيطلع لك الجهه الثانيه رقم ايه؟ اكس اس دي. وصل كده؟ طب لو انا عايز اعمل العكس، عايز اعمل كومبينيشنال سيركت تحول لي من اكس اس بي لبي سي بي، يعني الليفل اللي عندي هو اكس اس بي ويحوله لي لبي سي بي، ايه اللي هيحصل؟ بالظبط، يبقى ده هيبقى هو الانبوت بتاع مين؟ الاوت بتاعك، وبالتالي فاكرين ده الانبوتس بتاعك اهو، يسيبوا هنا ويودوا ده هنا. اصبح ده الانبوت بتاعك والاوتبوت بتاعك هو اللي هنا فنسميه ولا لكم قال ايه؟ بي سي دي سمي اي حاجه ده كان ثلاثه فالمفروض ده يبقى سي صح كده؟ لان ده الاوتبوت انت اكس اس دي يعني زي ثلاثه كان بي سي دي هو اقل منه بكام؟ بثلاثه اشتغل من ثلاثه حتى ب 12 البي سي دي بيشتغل من صفر بكام؟ بتسعه وبالتالي يبقى ده هيبقى يبقى صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر ويبقى صفرين وحيدين صفرين وحيدين صفرين اربع اصفار اربع وحايد صفرين ثمان اصفار وحيدين وصل كده؟ يبقى ده اول صفر لحد كام؟ لحد تسعه وتيجي تختصر بقى تجيب ايه المره دي الدبل والاكس والواي والزي لان الاوتبوتس بتاعتك انت سميتهم اي بي سي وايه؟ عشان تعمل القصه دي هتضطر تعمل الباب بتاعك خلي بالك قبل ما تختصر اي حاجه ركز كده قبل ما تختصر اي حاجه بص على الاوتبوت وبص على الانبوت ممكن يبقى في واحد شرح حاجه من الانبوتس بتاعتك او الكومبلمنت بتاعك. قبل ما تبص قبل ما تختصر عموما فبدل ما تعمل ماب على الفاضي ويطلع لك ان مثلا البي سوت الاكس مثلا فيبقى على طول على انتهى لما تقعد تكسب في الماب بتاعك. فلما تيجي تبص هنا اي حاجه شبه في حاجه شبهها الدي والزد الدي والزد اللي عكسين مع بعض صح؟ في كلهم دي رشه واحد صفر واحد صفر ده ماشي صفر واحد صفر واحد يبقى الدي اوتوماتيك بتساوي زد كومبرمنت يبقى تروح كاتب على طول كده ان الدي بتساوي زد كومبرمنت على طول يبقى مش محتاج لها مكان خلاص وفرت انا مكان في حاجه ثانيه شبيهه في مفيش اي حاجه يبقى نضطر نعمل الباب لكل واحد هنعمل من الايه ده الانبوتس بتاعتك المره دي دبليو اكس واي زي تبقى ايه بالشكل كده يبقى ده دبليو وهذا الاكس وهذا الواي وهذا الزي وتبدا تبص على صفر واحدين صفر صفرين واحدين
صفر واحدين صفر صفرين واحدين وترص. بس قبل ما ترص تستنى الانبوتس اللي عندك هل هي ماشيه ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4؟ لا ماشيه مين؟ ده ليه كام؟ ام 3 صح كده؟ لا 4 لا 5 6 ماشيه بشكل كده لحد كام؟ لحد 12. وبقيت اللي عندي اصلا دوت كي يعني ام 0 اصلا من دوت كي وام 1 دوت كي وام 2 دوت كي يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وده مين؟ ال 12 ويبقى ال 13 دوت كي وال 14 دوت كي وال 15 دوت كي فدي اماكن الدوت كي. ولما تيجي توقع بقى فالراجل ده بيطلع صفر عند ام 3 الراجل ده بيطلع صفر عند ام 4 الراجل ده بيطلع 9 وكذا مش شرط يكون الانبوتس اللي داخله دي تكون ماشيه بترتيب 3 4 5 ممكن يبقى في انبوتس عندك داخله ام 3 ام 11 ام 2 ام 0 ام 4 وقاعده متخبطه وانت هتضطر تمشي ورا كل واحد هو بيطلع صفر عند انهي ام فيه. انما هنا حظك ان هم اصلا ماشيين بالترتيب بس بديل من 3 فده هيقول له وليكن ده 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اصفار راجل من اول 3 يبقى ده 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اصفار. واخر حاجه وحيدين اللي هو الواحد ده والواحد ده وتروح تختصر القصه دي عشان تختصر الكلام ده فالواحد ده اقدر اختصره مع الراجل ده كله على بعضه صح كده؟ والواحد ده عشان اختصره اختصره مع مين؟ مفيش ان انا اختصره بالبعد بس وطبعا الناتج بتاعي ويبقى ده ورسم ست ستاتي ويبقى ده بتاعتي الاي بتاعي صح كده؟ وصل؟ واللي عملته في الايه؟ اعمله فين؟ في البي واعمله في السي واعمله في الدي فاهم المشكله؟ ويبقى انا كده عملت الديزاين في الايه؟ الكومبيوتيشنال سيركت بتحول من اكس اس 3 لبي سي. طيب تعالى كده بقى لما تيجي كود زي ده كده فده معناه ان انا بقول لك وقع الارقام الديسيمال في الكود ده. كل الاكواد بتقول من ديسيمال زي الاكسس دي، اكسس دي هو عباره عن بي سي دي بس زي الكام؟ زي الثلاثه وصل كده؟ فكله بيقول من بي سي دي، فالكود ده معناها ان انت وقع الارقام الديسيمال اللي هي من صفر لتسعه بس باستخدام الكود ده. اللي هو ايه؟ اللي هو لو انت شغال كباينري ما هو ايه البي سي دي؟ ما هو البي سي دي اللي انا قلت عليه هو عباره عن ارقام ديسيمال بس بتتحط في صوره باينري كود. هو عباره عن باينري كود ديسيمال يعني معناها ان رقم ديسيمال اتحط في مين؟ في صوره باينري كود صح كده؟ يعني معناها ان رقم ديسيمال اللي هو من صفر لتسعه واتحط في صوره باينري وانت عارف ان الباينري اصلا بيمشي 1 2 4 8 وهكذا 16 وهكذا بالشكل ده اللي هو 2 اس 6 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 ما فيهاش ورقم وقعت الارقام من 0 ل 9 فين؟ في الكود ده. فالكود بتاع الباينري بتاعك هو عباره عن كده اللي هو عباره عن 1 2 4 8 اللي هو 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3. فانا بقول لك بقى غير بقى الكود بتاعك بدل ما انت ماشي بالكود الباينري اللي هو 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 وهكذا لا اديت لك كود اصلا ماشي كام؟ 8 4 وصل كده؟ يبقى انا غيرت في الباينري كود بتاعك، وصل؟ واديت لك كود مختلف عن الباينري اللي انت متعود عليه اللي هو 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2.
وصل كده؟ ويبقى انا عايز بقى محتاج ان انا احول ده الانبوتس بتاعك وعايز احول الاوتبوتس بتاعك، او العكس اديلك ده الانبوتس واقول لك حول لي الاول ده كده ثاني على حسب الانبوت مين والاوتبوت مين. فانا بقول لك كونفيرجن تروح الراجل ده للراجل ده، وبالتالي فده الانبوت يبقى اروح اوقع الانبوتس بتاعتك اهي، سميها اي حاجه بقى ممكن تسميها ادا اي وادا بي وادا سي وادا دي ونبدا. كل اللي انا محتاجه محتاج ان انا اوقع كلمة زيرو. زيرو يتوقع في الكود الكامل. ان هو صفار، صح كده؟ يبقى صفار. كود ده اللي هو عباره عن نيجاتيف 1 اهو ونيجاتيف 2 و4 و8. طب لو انا عايز اطلع قيمة الواحد كجسم انا عايز اوقع رقم 0 9 اللي هي رقم 9 بعدين. الواحد يبقى عباره عن كام؟ عباره عن 4 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 صح؟ يبقى واحد قبل الراجل ده وواحد قبل الراجل ده وواحد قبل الراجل ده وده صفر كده ده يطلع في واحد. اللي هو انت بتقول ايه؟ مداد مداد مزداد مداد مزداد مداد مزداد كده. اشتريت الكلمه بتاعته كفاية. طيب بعد كده عايز اوقع الاثنين. يبقى هي 4 نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 4 4 نيجاتيف الاثنين يبقى اصبح لي 7 2 1 2 والباقي كام؟ اصفار. طب عايز اوقع الثلاثه يبقى ده وده كده يبقى نيجاتيف يبقى الاربعه ونيجاتيف الواحد ويبقى داخل. لو عايز اوقع الاربعه يبقى هي الاربعه وده كام؟ اصفار. لو عايز اوقع الخمسه يبقى 8 ويقول النيجاتيف يجي معانا يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وال 8 يدي لك كام؟ 5 ويبقى ده كام؟ 0. لو عايز اوقع السته يبقى ده ودي صح كده؟ يبقى واحد قبل نيجاتيف 2 وواحد قبل 8 والباقي يبقى اصفار. طب عايز اوقع السبعه يبقى 8 ونيجاتيف 1 ده بواحد وده بواحد والباقي يبقى كام؟ اصفار. عايز اوقع الثمانيه يبقى 8 والباقي يبقى اصفار. عايز اوقع التسعه 8 زائد 4 8 زائد 4 12 واحد مية يديله كام؟ 3 يعني كل واحد. لسه هتعمل حاجه بس ومقام الجسم بس من صفر كام؟ ل 9. وصل كده؟ طيب اكسس لي هو اكسس لي ده اللي هو ايه؟ هتسميه ولا لا دبليو والاكس والواي وزد. اكسس لي ده اللي هو ايه؟ من 3 لكام؟ 12. طب اكسس لي صح كده؟ اللي هو اصله 3 على البي سي دي صح كده؟ والبي سي دي بيعد من صفر كام؟ ب 9 والباينري ايكوال البي سي دي من صفر ل 9. العلاقه ما بين البي سي دي والباينري ان البي سي دي بيساوي الباينري في حاله ان الارقام كام؟ من صفر ل 9. وصل على كده نمهد شويه البي سي دي. لو انا عندي رقم البي سي دي وعندي رقم باينري وعايز اجيب العلاقه بين الباينري والبي سي دي، لو الارقام من صفر ل 9 البي سي دي ده شو هو الباينري صح؟ يعني لو هتوقع 9 في البي سي دي ما هي دي 9 صح كده؟ ولو هتوقع 9 في الباينري ما هي هنا برضه 9 هي ده. فالباينري ايكوال البي سي دي في الارقام من صفر ل 9 صح كده؟ طب لو زودت بقى ل 10 بقى عندي احاد وعندي عشرات. يعني مثلا ال 10 لما اجي احولها باينري تبقى بكام؟ باينري اللي هي كده ده الباينري صح كده؟ صح ولا لا؟ ده رقم 10 باينري. انما 10 بي سي دي ده عباره عن اربع اصفار والواحد ده يبقى الواحد اصلا في العشرات يبقى واحد والمفروض وراه ثلاث اصفار فما لهمش اي لازمه. الرقم ده رقم كام بالباينري؟ 10. انت تعرف تجيب لي الرقم ده بالباينري؟ ايه؟ 16. فيها مشكله؟ تعالى نزود شويه. طب لو انا خليته مثلا وليكن 19 ايه اللي هيحصل؟ يبقى الباينري كان 19 تبقى عباره عن كام؟ يا باينري هتيجي تقول له كده 1 2 4 8 6
16 فهي 16 بلس كام؟ بلس 3 وده يبقى 0 فدي 19 بايت. طب كميسي دي هتبقى 9 وحده كده وجنبها الواحد والمفروض هنا ثلاث اصفار. رقم ثالث كنتوا كام؟ كنتوا ده 1 2 4 8 16 فهو 16 بلس 8 24 بلس 1 بكام؟ 25 في حين ان هو اصلا كام؟ 19 فرق كام؟ 6 وكان هنا فرق كام؟ 6 فلو العشرات بواحد لو العشرات كانت محايد فالبي سي دي بيساوي باينري بس بلس 6 لو العشرات هنا واحد يعني من اول 10 لحد 19 فالبي سي دي ايكوال باينري بلس كام؟ بلس 6 وهكذا. فخليك بقى العشرات هنا اتنين هتختلف صح كده؟ بس هتلاقيها ثابته برضه في كل مره وهكذا. فانا ممكن اقدر ان انا اجيب رقم ما بين البي سي دي والباينري بس عند كل مين؟ كل مره. طيب تعالى كده ارجع كده اكس 3 يبقى معناها هو البي سي دي بس زي الثلاثه يعني ابدا كده ادي ثلاثه اخدها بقى اربعه كده عشان بس ما احصلش شيء فالراجل الصفر ده يبقى 3 بعد كده يبقى 4 بعد كده يبقى 5 بعد كده يبقى 6 بعد كده يبقى 7 بعد كده يبقى 8 بعد كده يبقى 9 بعد كده يبقى 10 بعد كده يبقى 11 وبعد كده يبقى 12 وصلت؟ فدي الارقام البيسي. طيب هاجي بقى عايز اختصر. اختصر الاول بدلوقتي كام؟ في اول شبهيه الست صح كده؟ ده ماشي 1 0 1 0 1 0 1 0 الرد ماشي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 هو زد هو دي كومبلمنت يبقى زد حاجة تانية ايه؟ واي والسي ده ماشي 1 0 1 1 الواحد صفرين واحدين صفرين صفرين فهو برضه يبقى الواي والسي يبقى الواي بتساوي السي حاجة تانية والاكس الاكس ماشي صفر هي هنا في البي يبقى الاكس هنا هي والدبليو كلها دي صفار بعد كده وحايد والدبليو هي في البي ويبقى ده الديزاين وصل فيها مشكله ومش محتاج جريمه طب تعالى كده لو قلت لك بي سي ده كمان لو انا عايز احول من اكسس من 8 ل 4 كذا دي اكسس دي بقى دي اكسس دي بقى حاجة تانية
صح كده؟ ابدا بالكهرباء. ايه ده نبقى اربعه في اربعه اهو. ده بي وده بي وده سي وده دي. ده صفر واحدين صفر. صفرين واحد. صفر واحدين صفر. صفرين واحد. قول وقع. وقع الصفر. بي سي دي
او بتاع والله البيس دي انبوت ده اللي هو اتش مكان كام؟ مسافه التسع صح كده؟ حاجه بتوصل للتسع الاول ده ناينس كومبلمنت للراجل ده كام؟
هيبقى حجم كام بت كام بت في الاول روح نشوف اكبر رقم هيطلع كام اكبر رقم هيطلع في الاول كام 81 صح كده لان اكبر رقم في الجنب 9 فلما يتربع يبقى اكبر رقم 81 ترجع للمساله دي هو ال 81 ايه هو الرقم كان قال ان الاول اوتبوت باينري ولا الاوتبوت في صوره بي سي دي اصل ده رقم اللي يطلع الاوتبوت ده اللي هو مرفع الجنب ده هيتحط بقى انا لما اجي اظهره لليوزر هقول له والله خلي بالك ان الاوتبوت ده في صوره باينري ولا في صوره بي سي دي عشان هو لما يجي يقرا اي رقم هيقراه في صوره باينري ولا في صوره بي سي دي زي ما احنا كنا عملنا من شويه قلت لك الرقم ده زي ده لما تيجي تقرا رقم زي ده قدام حاجه من دي هتقراها باينري ولا هتقراها بي سي دي ولا هتقراها بي اس دي ولا هتقراها اي كود فالديفولت عندي سيبك من الاكواد الديفولت عندي باينري وبي سي دي صح كده؟ دول اسهل حاجه تتعامل معاهم وكان ممكن ان انا اقول لك الارض بتاعتي صوره اكس اس دي صح كده؟ فخلينا الباينري وبي سي دي بس الرقم ده كله كباينري غير كله كبي سي دي لما اجي رقم باينري هقرا كده 1 2 4 8 16 32 64 123 وهي مجموع ال 64 بلس 16 بلس 2 بلس 1 ويبقى ده صوره صوره الباينري كله متغير صح كده؟ لما انا اقول لك يا بي سي دي يبقى اخد الاربعه منك واحدهم واخد الاربعه منك واحدهم ويبقى الرقم ده 3 والرقم ده 5 ويبقى الرقم ده كله اصلا 53 ديسيمال بس كان محطوط في صوره بي سي دي صح كده؟ صح والله وبالتالي فانت برضه لازم تقول لي الاوتبوت اللي هيطلع ده هتحطه لي في صوره بي سي دي زيه زي منه ولا هتحوله لصوره باينري؟ يعني اوتبوت باينري نمبر ولا بي سي دي نمبر؟ فتفرق لو باينري نمبر يبقى اروح اشوف ال 81 ده تتفك بكام باينري؟ ولو كان في صوره بي سي دي ال 81 ده تتفك بكام بي سي دي؟ يعني لو ال 81 ده لو الاوتبوت بتاعك باينري فاقصى عدد اوتبوتس هتبقى هو عباره على ان مين؟ الاوتبوتس بتاعك ده هيتفك بكام؟ ال 81 هجيب كل هو 1 2 4 8 16 32 64 ويبقى ان 81 64 بلس حاجات يبقى ده 1 2 3 4 5 6 7 يبقى ده عباره عن 7 بت يبقى الاول بالنسبه لي عندي كام بت؟ 7 بت انما لو كان هيتحط في بي سي دي فال 81 لما تتحط في بي سي دي فال 1 هتبقى لوحدها وال 8 لوحدها وال 1 بي سي دي اهو وال 8 بتاعته هو عباره عن كام؟ 3 اصفار وجنبها 1 فده 81 كام بت؟ 8 بت عدد الاوت هنا غير عدد الاوت هنا والرقم لما تيجي تحطه في الاوت وتوقعه في البروسيجر يا اما توقعه في صوره باينري يا اما توقعه في صوره بي سي دي على حسب المساله بتقول لك ان الاوت بتاعك بي سي دي اوت ولا باينري اوت وصل كده؟ يبقى كل واحده توقعها ازاي؟ فلما تيجي ترفع الصفر هيبقى بصفر تيجي ترفع الواحد هيبقى بواحد تيجي ترفع الاثنين باثنين وهكذا لحد الثلاثة ودي تربع الأربعة هديها كام؟ 16 بس 16 إيه؟ هوقعها باينري ولا هوقعها بصورة بي سي دي؟ على حسب المسألة اللي أنت الأول بتاع باينري أوتبوت ولا بي سي دي أوتبوت. وصل كده؟ فيها مشكلة؟ يبقى كل ده بيختلف عن يبقى الإنبوت حاجة والأوتبوت لما تيجي تطلعها هتطلعها عبارة عن إيه؟ ولما تيجي توقعها أصلاً هتتوقع كام؟ كده لازم أرجع لإيه؟ لأصل المسألة. لا مشكلة. تاني حاجة لو ما كانش بي سي دي لو انا قلت لك ان الانبوت بتاعك اربعة بيت كم بيت؟ أربعة بيت يبقى نشتغل من الأول أربعة أصفار لحد كام؟ أربعة واحد هم ال 16 كام؟ 16 كيلو صح كده؟ والأول هو عبارة عن إيه مربع مربع إيه؟ وتشوف الأول هيتوقع في صورة باينري زي ما زي الإنبوت ولا هيتحول لبي سي دي يبقى على حسب
وكلام تحفظ إيه بمتربع وهكذا وصل كده؟ ساعات كده بقى بقى في الامتحان أقول لك إيه؟ أقول لك بس الأربعة دي كله فأنت هتدرس الاحتمالات من كام؟ من كام ده صحيح؟ وأقول لك إن الأول بقى بيساوي إيه؟ أقول لك حط الرقم الأولاني الديجيت الأولاني مثلا واضربه في الديجيت الثاني واجمع عليهم حاصل ضرب الاثنين ديجيت اللي هنا كمان يعني لو ده بي وده بي وده سي وده دي خد اضرب بقى اضرب ده في ده واجمع عليه حاصل ضرب ده في ده واقعد اشكلك في الاول زي ديزاين ديزاين سيت تستعمل القصه ان جاي مستخدم اربعه والاول بتاعك هو حاصل ضرب الاثنين انبوت اللي في الاول بلس حاصل ضرب الاثنين انبوت الثاني واعمل او اقول لك والله لو عدد المحايد اللي موجود عندك قد يبقى الاوت بتاعك بيساوي مثلا الانبوت مربع انبوت تاني ولو عدد المحايد كان ايفن يبقى الاوت بتاعك بيساوي الانبوت اللي داخل ده تمام بس ولو كان ايفن قصدي يعني مثلا انت بتقول لي اربع اسوار وبعد كده واحد وبعد كده اثنين وبعد كده ثلاثة وبعد كده أربعة واحد شغال لحد توصل لكام؟ لل 15 وأنا بقول لك والله لو عدد المحارب قط فالإنبوت بتاعك هو مين؟ هو السكوير بتاع الإنبوت ولو عدد المحارب ديفن فالإنبوت بتاعك هو تبعيد مثلا أو 5 بس مثلا يعني هم والله لو النمبر بتاعك وفي وقت طبعا كان قط فالاوتبوت بتاعك هو الانبوت بتاعك مثلا تربيه ولو كان ايدي فالاوتبوت بتاعك سي وليكن بيساوي 5.5 مثلا هنا تيجي تبص عليكم عدد المحايد قط ولا ايه؟ عدد المحايد قط ولا ايه؟ ايه صح كده؟ يبقى الانبوت الاول بتاعك كام؟ يبقى 5 في الانبوت، الانبوت قيمته كام؟ يبقى الاول بتاعك 5 في 0 كام؟ في 0 فالاول بتاعك 0 طب هنا عدد المحايد هو ايه؟ قط يبقى الاول بتاعك هو الانبوت التربيع، قيمته ده كام؟ 1 تربيع يبقى 1 يطلع 1 طيب هنا مثلا ايه ولا قط؟ ده هو 3 صح كده؟ 3 سوري ده ايه صح كده؟ يبقى ده ايه؟ يبقى هينطبق على الشرط الثاني، يبقى الاول 5 كمان، طب ايه قيمته كام؟ 3 يبقى الاول بتاعه 15 راحوا 4 15 تمشي بالشكل ده صح يا باشا؟ تمام؟ فالناس تخيل يقول لك هو انا بعمل الوقت ما بين الاول والايه؟ وتبدا تطبق على مين؟ على الحاجه دي، فانت تقدر تعمل اي ديزاين سيلف تعمل اي حاجه اهم حاجه تفهم العلاقه ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت وتفهم الصور بتاعه الانبوت وصور الاوتبوت هتطلع في صوره فايل ولا تطلع في صوره بي سي دي ولا تطلع في صوره اس اس دي ولا صوره كود معين خاص ولا انا ممكن افتكسهولك على حسب الحاجات اللي تقدر منين تتحرك في كل قصه دي وصل كده؟ يبقى لازم تطلع علاقات الانبوت الاول ايه بالظبط لازم في البدايه تشوف الانبوت بتاعك صورته ايه لو بي سي دي رقمه 0.9 بس وباقي بنوت كتير لو قلت لك 4 بت يبقى تضطر تشتغل كل ال 4 بت اللي عندك لان لو قلت لك 4 بت هتجيب كل